الحروب والأمراض تربطهما علاقة وثيقة، فكلما امتدت الحروب رافقتها الأمراض الفتاكة نظراً لتدهور الأوضاع الصحية وانعدام الوقاية وسوء التغذية. إليك أربعة أمراض فتاكة صاحبت الحروب. الطاعون الأنطوني: خلال الحرب الأهلية الرومانية في الفترة ما بين عامي 165 و190 ميلادياً، انتشر الطاعون الأنطوني في أنطاكيا الرومانية كالنار في الهشيم بعد أن حمله معهم الجنود العائدون من الشرق الأوسط. أهلك هذا المرض نحو 2000 شخص يومياً، وفاق عدد الوفيات بهذا المرض 500,000 شخص. الإنفلونزا الإسبانية: خلال الحرب العالمية الأولى ومع بداية عام 1918 ميلادياً، ظهر نوع من الحمى الفتاكة تميز بسرعة انتشاره في شتى بقاع الأرض، وتوفي 90% من المصابين به. في هذا الوقت تسببت الإنفلونزا الإسبانية في وفاة 50 مليون شخص حول العالم. الكوليرا: لم تكن الإنفلونزا الإسبانية هي الشبح القاتل الوحيد، فقد سبقها مرض الكوليرا خلال الحرب العالمية الأولى، وظهر تحديداً عام 1917 ميلادياً، وتسبب في إزهاق أرواح نحو 2.5 مليون شخص، وراح ضحيته في الصين وحدها نحو 500,000 شخص. السل: خلال الحرب العالمية الثانية تفاقم مرض السل، أحد أقدم الأمراض المعدية الأشد فتكاً بالبشر. تسبب السل وقتها في قتل ما يزيد على 3 ملايين شخص، متصدراً أكثر الأمراض فتكاً بالبشر أثناء ويلات الحروب.